بسم الله الرحمن الرحيم، نزلنا في باب المجاهدة. We're still in that chapter of working hard doing good deeds. نقرأ حديثا في كيفية واجتهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. We read the hadith about how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to work hard in praying at night. فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. I prayed one night with the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, so he started praying with سورة البقرة. فقلت يركع عند المئة. I said to myself, he's going to make the ruku' when he reaches 100 verses. ثم مضى, the Prophet went past. فقلت يصلي بها في ركعة أي في صلاة يقسم الصورة نصفين. I said he's going to pray with سورة البقرة in the whole صلاة, two ركعات. فمضى, the Prophet passed. فقلت يركع بها. I said at the end of سورة الفاتحة, سورة البقرة, this is where he's going to make ruku'. ثم افتتح النساء فقرأها. The Prophet started سورة النساء. He read all of it. ثم افتتح آل عمران فقرأها. Then he read سورة آل عمران. He read all of it. يقرأ مترسلا. The Prophet's taking his time reading. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. And he passed an ayat فيها سبحان الذي وقف. فقال سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. وإذا مر بسؤال سأل. If he passed by آية الذي فيها ربنا آتنا في الدنيا وقف ودعا. He will stop and make دعاء. وإذا مر بتعوذ تعوذ. If he مر بآية فيه الاستعاذة seeking refuge, تعوذ. He sought refuge with those same words. ثم ركع. Then he made ركوع. فجعل يقول سبحان ربي العظيم. That's what he said in his ركوع. فكان ركوعه نحو من قيامي هذا بالنسبة ليس بضبط كما كان يعني قيامه طويل يعني ركوعه كان بالنسبة لقيامه طويل وليس 100%. His ركوع was long just like his standing was long, not the same length, but in reference that his ركوع is normally. So his standing, he made it in the same situation. ثم قال سمي الله لمن حمد ربنا لك الحمد فقام قياما طويلا قريبا مما ركع. After he said that, he stood just as long as he was in the ركوع. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. He made sujood, and this is what he said in sujood. فكان سجوده قريبا من قيامي. His sujood was just as long as the standing. هذا إخوتي في الله لمن صلى لوحده في قيام الليل ومن صلى بالناس فيخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. This is how the Prophet prayed by himself at night. He made it long as he wished, but whoever leads the people in Salah, he makes it light for them as the Prophet commanded us to do. نكتفي بهذا. We're going to start with that. سبحانك اللهم وبحمدك. إن شاء الله لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.